إذا كنت من المتابعين الجدد لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات لدعم المبدعين الصغار على قناة نشوان الرزمي. ما أنا يا صاحبي حرام إن أنا ما جل عيني النوم، إن أنا مقهور مقهور صح من داخل قلبي، بالذات على الجد الصغير أما أنا خرج إلا من وسط قلبي. سالش عوضة غير حم الراحمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا زين هني ما هو غالب هذا نمو انا ومانو ختم الله ربي خاتمه هكذا قلدك الله قال له اللي بيع اجدا جا واحد ضغط عليه اقدم كلان لحق الحق بعد السياره ودي وسياره دقيته دحين اكو هناك عند دكتور عمر قال راسه مخشخش ايده مكسرات خلى على الله بس الله يفر بعض واحد انا ربي من شاء الله حد يا مصطفى تحمل ذمته وهو لا له ولا حلو هي فرق ذا الحين من اللحقة على ما انتش داري حمل ذمته علشان ينغنغ بطنه بس ما دريش ما سبرتلوش يستاهل يستاهل اما لان انا زعل على اجداء اما انا شقره بس ربك كافر رجي من عنده شرطا عليك لو انا داري انه ابو الشيخ كبير شو اللي دحين زعل والله لا يفرق له الشيخ ما بش عنده والله لا يفرق له ولا عيب زعله ولا يدوله لكن بو معنا شيخ احنا سبلا لا ينفع ولا يضر لا بس قهوه هكذا زينه بقري يقولوا بو معنا شيخ لكن بو مواقف مواقف يعني الساقه قلنا له خلاص هكي خرج الكلمه والرجل قام مغمق الشهاده كذا يعني مقبول مرجوع لحد ما هنا وقدمنا الراجل قال لك لا قاهل ولا شيء موت قاهل ولا خلاص والراجل حمل رقبته لا ردوا له احنا حد مجربه مجربه هذا شو يقول هذا خش 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 هذيك تسرى ايده هذين اوه يستاهل 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 ما له خلاص دالحين عسل معي حمل ذمته مره ثانيه ما له خلاص دالحين نولي نعينه من واللي عنده عاد انا شو اللي عنده هذا عاد اخمل نعمل لك هذا من شانه والله نولي هكذا غاكيه للزياره واحنا مش نوليش نجلس عنده ولا نخدمه وشنو اللي نعين مبانو رجعنا انت مجنون عدنا واللي ذروق حمل ذمته مو عايشتي انت لا حمل ذمته انت لا تكونش مثله الانسان يكون احنا من قرية نسامح اما اقول برر لذمته ورجع ولي نعينه اللي يستاهل قلدني الله والله المثال لا تكونش معاه هو خيبه لعن كاش احنا خيب منه اه واقع قلنا قوم كذي عنان ولي يعني دحين سير حدنا نخلاك لا عندوش اتقع له لطمة برخيص والله مع انها مثال مثال يا حق مصلح والله مثال وحيد ما له واحد عند الله تعالى واحد هناك نقوعه النقوعه وجزعنا اقول لك فعل واحد عند الله مثال اكيد الزياره نقوعه الانسان مثال ما معه ثوج ونارك فعل واحد عند الله لازم على شيء عنده فعل عند الله وخارج نوم على الله وبعده متى ما هنا يقع بعده خبر ثاني يلا جزعنا قلنا لكم ما أوم... بيك ما بين اثنيه واللي قلدني يلا يلا نولي انا وانت حج ما لي ضروري نولي حتى احنا وانت لا تكون شاخذة يا اخي ما حلو مو الراجل وقوم مقلوص منه نولي انا وانت وهو ما له شيء هو ابنه مو علينا منه يلا ما لي هي لكن ما انا تقطع رجعنا قلنا لك ما تشرش على عين الراجع بساعته سامحهم لحد ما كمل الحين هذا قوم مظلوم ما عليه وانا شفت على واحد طقرع معه لنا الحين هنا نموت عنا الجزمة نش يضحكوا عليه نش يزق على المجمع بالله عليك تيساني مكسر ولا جوك لهنا ضيف عليه ما بلومكش هذو حريمات ولا قعقعك يمين هم حقت لك حتى هذي والعصر لمن تدكشي ما بوش منين خلاص وغيرك مثلك هذي تقع لك هلاء ويبقى لك دارس هذي ما تشقابش ما تحملش حاجة إيش قال انت تشتشقاب ظهرك مش بالي ذا الحين انتو جاكو تزورني ولا تنقوعوني يا كذا احسبه ما حسب ولا تشسر احسبه زيارة منقوعة من طلبوا كله فاتوا كله من طلبوا كله فاتوا كله يا ظالم الناس الناس يا وال ظالم الناس الناس مو بينك يا حق مصلح مو بينك اهلا 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 حياك الله كيف انت الله يحييك كيف حالك الدنيا هكذا انت ظلمك لك يا عدنان
وغالب ظلمك ودي الله سارق بزك كباش صرعه بالسيارة منو؟ غالبك هم دلت بالمستشفى بمدارس مو بينو سدمتوا سيارة وزدوا بزوع له أقدا استاهل ولا قعيوك بو يا غالبني هذا نرجع عني ديال لعدنان ما سأعرضك وأنا قعيوك بك راجع نفسك يا شيخ انت يا شيخ قاقنع قالك هذا قاقنع ما لقى راجعك نفسي رجعك راجعك نفسي راجع نفسك بعد ما بزع عليك أقدر ما لقى لعكم عضش الديان الله هاولا ما بالشيخ على بو مشايخ المشايخ صح تقول له كذا يشرف نفسه من نفسه يقول خلا ما قبل مرجع لا الحاجة كذا كذا ولا مرجع لهذا علشان ثاني مرة يعني يعرفوا الناس ما لا أنا رجعك نفسي وقلنا عفوك شو قل له ما قبل مرجع نرجعها لمرشد وابنه لا حين ولي نعينه وعينا دحين ما يشي كيف نفعله أنا ما شولش والله ما أطوب أنا معي اللي عزو ما شجي صهيرين أبع عليك هذا رجال قد قدي زمته دي زمته علشانك يلي ما يجي السحاش أوف 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 على طبيعة بك صافر الله العظيم على من هذا الراجل قد زمته ولي قال هذا والله على معه منه الله ما لك الا احلى بدله من شغل الكامل احلى ضوب خلان مكلسكه حلا ابشر الكامل غني عن التعريف سجل يا لين الكامل للخياطه الرجاليه والشبابيه والولاديه الحديثه بدلات عرسان باحدث الموضات وجميع انواع ثيابات لاجود ورق الاقمشه باسعار مناسبه ودقه في المواعيد لمست اناقتك هنا العنوان إب شارع العودين الرئيسي بعد جولة كرحان أوه الببروك هنا وانت مدري نجي جزمة حقا أوه أنا خذوها السلام عليكم هيا مكبنة خالد عادل أوه قوم كذول اللهم حرجاس الحين يجي زلمة معاه معك لا عقب تكر ركزة وكيفه جي زلمة يلا خلاص يلا ملا ما هو يا هاو يا شاب يا ولا غير بنتا كان عاد كان عاد من أي حدا ما بلو مش صاحب السيارة لا هرب والله أفقرنا يشتري له لحم رضيع يشتري له كبدة يشتري له كبا وهذا من مري هو ما تكسر هذا اللي على شو ضم على أجدع هو ليش عشان أجدع ملا مش إنه هرب كنك هتفقره ملا ما عندك إلا شيء دكتور إلا دقيقة بس قايمة شوي ما عاد تشتري ما بيشتغل ما بيشتغل ما تشتغل عميلي ما بيشتغل دكتور عادي عميلي الرجال ضربة مصلبة هي هذه هي ما خليناش نرقد قاعيوك بقنا نرقع رجال لا لا ما يعطيش واحد يرقد بس كيف انت اليوم هذي ها اليوم كيف انت تمام ما بل عاد انا جاوع بس اوه جعل لك جوع بنات الربوع ان عادك مريض وعادك تستاتي وكل دجاج انت مجنون ما حافري هو ما يكل ويعانش نفسه اللي هو مريض اما اللي هو ما بين شيق وشيق كل حاصل انه فاضية ولا بيشي ها كم انت انقعه وهو انقعك يا نفار غيها ولا عقض عبا لا شيخ ولا رعية ولا الله مش يضرج ما ولا اثنين اقدر الله 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 عزب الله مش يضرج عين قائد كلكم هاجلكم عليك من اعماله مالك عمالك تزيدك بجشع حقاك لما علي ربي وصلك الحين انتو جاكل تزوروني ولا جاكل نقعوني يا كذا جاهل جاهل نزوره وجاهل يفعلك درس لأيام الثواني شو ما عنفعك لا شيخ ولا حاجة يدبولك والشيخ لمو ما جاش عيني قضى عيبك ترجع لعدنا لكن انت معرضك شل انت ولا موقعك الا شل عليا ما تقلي والله ما قلي حاجة قال لي اللي تقاسم بها انا ويا واحد بواحد وانا ما ارضكش هو ده حق ضوع على وجهك المجازه ما حدش يبيع عليك قال استاهل ثم استاهل يلا دحين الله يجزي عليها هي قوم دحين صلوا على النبي يا جماعه اللهم صل على النبي عنده مبلغ العياده وعاد دحين يشتي كشافه محوريه واحتمال يشتي عمليه للراس حقه الله اعلم كيف نفعل او يا غنم الله
هذا اللي يقول ما بش معه بياس. هو ما بعش بياس عاد مع القلب الحين إنه ما بعش بياس. أنت قم حاسب العيادة هذا. هذا جل حساب وين جعله معه معك. أبيس حق قلب الدوكي للشيخ قال إنه بأرضية يشتريه لين ولو عينهم لما أشتري شيء أرضية يرجع أبيس وأنا لما أشبه يشتري لي من نفسي. أنا شو اللي عن الشيخ أنا عاد هلا ندي معه مش هذا أنت أخبر دبر نفسك لا حق له شيء راح يروح هذا الشيخ أشتري بيسي لا تخرج من هنا لا خرج إلى ضمانة لا خرج إلى ضمانة ولا الشيخ منه من نفسه هذا حقه هذه مصيبته هو الشيخ لا قلنا له مش عاتير راجع نفسك راجع نفسك قال لا لازم تيجي لازم تيجي هذا خالد يقع يا مصطفى حمل كتيمة تاف وانت لا لك ولا عليك يا ماذا الحين خلت لي خن بعك انت لما كثر ناموت هوير هوير بعض واحد والله انك هوير ما تستاهل ثيابنا قم جذعنا لا لا ما انا لا شيء جلس ما يشرح فضلت له لحاله وانا شيء ايش عنده عيم ويشتي ولا حاجه انا ما شغلش هو اللي تقول لي قال يا خلاص ولك عند البيت وانا شيء جلس انا عديني يلا انا شيء سنروح يلا ما الحين الكلام على بياس من الشيخ الا ثم خلتك والدرد كان ضنقه مع مزرعه ابيس البيدة شتو ولا اشتري لك ارضيه من نفسك تدري ان الشيخ يقول يجيني بصوفه قال انه بو ارضيه عرضه شن اشتري انا وياه ونرجع نبيع دبل ما الحين معك حصل لا دبل ولا سنجل مع ابل صندل بعدين كيف نزد عليه وانت لا حاذق ما لا قال لك حاذق يزيد عليه كذاب وا شيخ اي مذيع مال انا ضرب السياره يلا ها الحزمة هي مقا معنا مو معك قبل الحين ما معنا منكم لما مشاكل وجيه وسرحوا معنا منك ما له خالص ابو تشه ايش الحين مسموه الدكتور وضع مرضي خرج غالب ما ينفع له موشتي مني غالب قال غالب انه باع القلاب ودي هناك ذحين قالوا من حلب يسون خارجه ما انا ما معيش ولا بريال قال دفع كله للمكتب ولا ولا كريال ولا او ما انا بدي كم مليون وضحشك ولا انت غلا دقي منك يا هذا عاد انا اشوف في حق الارضيه من جيبي ناعي ما عشتي البلد ضحينا الله اعلم شي حيل ليش يموت انت ما يموت او والله يو 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 ماذا على وظالم او كيف يموت هكذا عاوزك ما معيش حتى خمسه ولا خمسه تعرف ولا هلله ما ابوش ساخي السلف انت يا شيخ انت ادم انت ابوك ما معك يا اخي لبنا السلف لو رجع معيديش مين مديش معك عندك قيمتك قلال قل لها قلب دفعك الى المكتب قال اشتي ارضية ايوه ايوه عاد ايش وفي من جيبي ما اللي حنق من اللي يرجع لي لله يا محسنين حطه الدكتور اكله وشربه وحطه عنده والله يزيد اكله وشربه ما لو قالوا يا دكتور انت ما تدريش دجان شتاري لا علاه يعني شي من الدكتور دجال بلا هذاك هوير هوير تعرف كيف هوير هو هوير هو ما وصلوا ادي لي مثل هوارته وانت عبيكو هاي هو قال هذا تقول لك هذا هو هذا الحين الله حطه حطه اقول لك الله هذه طبيعه لكل فاضل والي هذه طبيعتهم ايه مكمل راع شويه زيت يا لكن شرع وقفكم مرش اي قال لك ساعة ظن بهذا الوقت نخترع قنبلة بريد ها يلا ايدي هاني مالها تمام او مثقلات ما أقول لا سامحني أعترف لك إن أنا شهدك عليك زور ما ليق أنا داري وكل الناس دارين ما لو أزيد أعترف لك إنه أنا وجريش اللي سرقنا عليك موتر قلتك الله معقول إنك عملك إيه تداري إن شكوك بالناس جامعة إلا أنت بعدين كيف سرقومه طلعوا كله من المخلفة من الجبا صح لا أنا ما طلعكش طلع إلا جريش
اصلا انا جاي لانه سارق من القريه وجاي من طرف الشمس. ماذا حين تدبر نفسك؟ طب حق العلاج ها ما عندك؟ ما تصدق اسبوع واللي مكني اليوم بكره اليوم بكره لا خارجني ولا شري ارضيه ولا شيء. انا الحين دبر نفسك مو عارف شو الشكا ولا بعد الحين مع حكم امر الله تعالى ما عمل دبر نفسك عن قلب عن نفسك لا معك حاجه ولا هنا بعك والله يا حج مصلح انه ما عم عيش كان معي قلب بركو ما ولا على الله ثم عليكم خارجوني. ما انا شو بنفعل؟ قضية تداري خير عين على الله. ما لا نفدلك ولا عين نقول له خارج لحتى 100 ولا 200 حق علاج. قال لك ولا اخلي لك ريال قابع وزاد وفي من عنده. ما لك كيف تعملوني؟ انا افدلكم خارجوني. لا جلسوك هنا مشكله ولا خروك ما شقدرش. خلاص يا حاج مصلح جس عنده وانا شو اللي دوب له بيس. انما انت عم تبقى كان تدبر وشك لك يا مدير من ساعته ولا لك انا حجي اشتري اجزاء من دون ما يبيع المدير. يا رجال الله كريم. انا خل مع السلامه. هي عينا الذي شهد معه عن عنفعك وهذا الذي شك ضده تحل قاعد تثبته اللي ما قبالك حاكم يفزرك عليه اللي ما خف وحمد الله تعالى يجيب بعضك بعصاي. حرام انك على حق لكن تشتم من الصدق. يمشي جنبي وطعنكني لما تميتني وما ليش دي استاهل حق ما صدق الشيخ وشهود قزور. لا اطعنك ولا احنا بلي جنبك الله تعالى دبر نفسك عزيز اتحمل اثمك. يا عم مبروك. قالوا زرع انا ادور بياس الغالب من اجل يعالجوا بالمستشفى اللي محتاج بياس كم معك الدي ومعي بس ما الغارب حرام مدير يعني باش ما يصلح ما العلاقة ما يصلح شاحن مبروك لو سمع أقول لك هنجع كلمة ما شديش ما شديش عين النفلم راجع نفسك ومعي بس ما شديش خليهم مثلك كلاب ما يصلحش احنا اخوة احنا مسلمين ظنوا كل ما ندعم الثاني مش لقى احنا خلاص عمل احد غلطني يجيني وقف ضده انما لا بالله عليك ما تستعاش قانتك مو في علبك صح انه اخطأ بحقي لكن مش عيب انه نسان اخطأ العيب انه يكرر خطأه وكل بني آدم خطأ وخير الخطأون التواب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في تواديهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضوان تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى صدق رسول الله أكننا عم شغوك بألفين بطاحون أنا شدي بس مش علشان غلابي أذكر رقبة شدي علشان الحديث حق رسول الله ماذا تمام جزيك الله ألف خيرات كيانا هي مالك يا ما افلن يلا تمام شكرا يلا ايوا ما لعدنا للدق له وانا لي ساعه وانا لي سالك حقاقات مره مرتك تدلعت خمسه ماله وانتك يا باقي عز بجيب الجاكيت ولا شو ليه ما احناش عارف مني جلس بو معنا بياس بس الغلط مش من عندك الغلط من عندنا احنا كبار مينو معادكم صغار وانتو نعلمكم ادا قبل الحين معاني عينة نقا فيكم المفروض نعلمكم ها أبا ها أبا ها أبا مش إده 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 أنا أين هو أبوك؟ علي مالوش أين هو؟ مالوش خلاص خلاص أنا نعم أيوة أنا حيا مرحبا اللهم ارحمك ما بقول لك غالب صدمت السيارة بالمدينة الحين بالمستشفى يحتاج بيس ادعمنا لو سمحت الفزعة أنا حتى تعرف الحاصل فهمي 2000 يلا شكرا لك خدمة ثانية سلام الله تعالى ما يحتاج شيء شكرا يا ولد مو معك لفة ولا من الباب لا باب حق بيت الناس إنه ما عرفتك تعب على وجهك إنه سبني إنه مكسور مو دخلك عادت ولا هذاك ما معك وجه هذاك ما معك وجه قادر دحمة قدام الثيخ وعادت ولا تألو بيا راعي أبا من شهد رخي مو فهمني مو دخلك ملي مو دخلك مو دخلك أنا أقول لك مو دخلك صلى على النبي صلى على النبي يا بيقول لك من أحب الأعمال عند الله مسامحة الآخر.